شاهد الكرام، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار الموصل. احنا صار لنا أكثر من 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية وعمليات التحرير، لكن للأسف الشديد ما زالت البنية التحتية مدمرة كما كانت في نهاية 2017، يعني منذ انتهاء العمليات التحرير لحد الآن. الواقع الرياضي في محافظة نينوى يعاني مشكلة، أن المسؤولين خلال 6 أعوام ضد الرياضة يشتغلون، ما يحترمون الرياضة، وأنا بقناعتي البلد اللي ما يحترم الرياضة منتهي هذا. اللي يتأملوا من السيد المحافظ ومجلس المحافظة ورؤساء الكتل، نينوى أمانة برقبتكم، لا تفكروا من أجل مصالحكم، فكروا من أجل هذا الشعب الذي تعاون مع القوات الأمنية وحرر المدينة وعاد إلى وطنيته وذريته التي لا أحد يزايد عليها إن شاء الله.